في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار، تواصل الدولة جهودها لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بأسعار مناسبة، مع إحكام الرقابة على الأسواق لرفع المعاناة عن المواطنين. كل الأصناف اللي بيطلبها المواطن متوفرة وبكميات كبيرة وبياخد أي حاجة. الأسعار بتقل عن السوق من 25-30% في المتوسط بتاعها، والكميات اللي بتتضخ يوميا كميات كبيرة، مش المنفذ ده بس، في جميع المنافذ التابعة لشركة مسائل جرد جملة، هي منتشرة على محافظات الوجه القبلي بالكامل، بالإضافة للجيلة وأكتوبر والبحر الأحمر وحلايب وشلاتين، فيها منافذ برضو بتبيع بنفس الأسعار، بالإضافة لأكثر من 40,000 المنفذ اللي هو منتشر على مستوى الجمهورية بالكامل، بتبيع بنفس الأسعار اللي بتتحط إيدها الوزارة. وتعمل الدولة على التجديد على كافة المحال بضرورة الإعلان بشكل واضح عن الأسعار بجميع المنافذ، سواء الثابتة أو المتنقلة التابعة لمختلف الجهات، الأمر الذي لاقى استحسانا من المواطنين. دايما بلاقي رز موجود، والمكرونة والشعرية والزيت، كل حاجة دي موجودة وأسعارها كويسة الحمد لله يعني. وصراحة أنا بلاقي أسعارهم كويسة جدا عن برة كمان يعني. كل الأسعار، المكرونات مكتوب عليها أسعارها، وإحنا الحمد لله يعني أحسن من غيرنا بكتير، على الأقل بناخد الكميات اللي إحنا عايزينها في أي وقت. السعر كله معلن، على الأقل أنا أبقى أنا عارف اللي في جيبي رايح فين، يعني ما جيش مثلا على الأقل ما تحركش على الكاشير اللي أنا ممكن أخد زيت يبقى عامل حسابي 40 جنيه لقى 50 جنيه. فالأسعار لما تبقى موجودة على الرفوف ببقى أنا عامل حسابي قبل ما أروح للكاشير. لا، كل السلع هنا متوفرة الحمد لله، وأسعار كويسة ومتناول الجميع يعني. وتضاعف الدولة جهودها لتوفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية وتأمين احتياجات البلاد، مع العمل على طرح سلع بأسعار مخفضة بمختلف محافظات الجمهورية من خلال المبادرات المتنوعة والتصدي لجشع التجار بكل حزم. من مصر، عمرو موسى.